كما أجرت أيضا الزميلة أميمة تمام مفدة التلفزيون المصري في شرم الشيخ لقاء مع الأستاذ أحمد الشريف مدير الإرشاد الأكاديمي بإحدى وحدات مديرية التربية والتعليم ومجموعة من الطلبة الحضور. نتابع. أهلا بكم زملائي الأعزاء ومشاهدينا الكرام في فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وفي أروقة المنتدى التقينا ويسعدنا أن نلتقي أيضا من مجموعة من الشباب ومعهم الأستاذ أحمد الشريف مدير الإرشاد الأكاديمي بإحدى وحدات وزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. نتعرف على حضرتك. أنا جنة شريف. كريم وليد. فاطمة البنا. جون عزيز. يعني الفكرة تواجدكم وتواجد الشباب في المنتدى في أروقة المنتدى احنا شايفينهم وحضروا، هل ده بيرسخ فكرة إيجاد حلول لجيل زد اللي كنا بنتحدث عنه بالأمس مع السيدات والسادة المشاهدين فيما يتعلق بدعم جيل زد وما تعرض له في أعقاب الجائحة؟ في الحقيقة هو زي ما أشار جميع القادة امبارح في الجلسة الافتتاحية والجلسات اللي تلتها ان احنا محتاجين عشان نحل مشكلاتنا ان احنا نمكن الشباب دول في الوقت الحاضر، ما نتكلمش حتى عن المستقبل. عشان كده احنا كنا مهتمين ان الولاد تبدا تحضر وتتعرض للتجربه دي، تجربه جديده بالنسبه لها شويه، استفادوا منها كتير قوي من خلال المشاركات في ورش العمل او حضور الجلسات. طيب انتوا استفدتوا بايه في وجودكم هنا وايه اهم الموضوعات اللي شعرتوا ان هي بتشغلكم ومحتاجين ان انتوا تطرحوها على المائده؟ احنا لما حضرنا الورك شوب اللي في اول يوم في 8 جانوري حضرنا الورك شوب بتاع جينيريشن زد برسبكتيفز بوست بانديميك وورلد، فساعتها طلعنا ريكومنديشنز وحلول كتيره على المشاكل اللي احنا بنواجهها والتحديات مثل مثلا المنتل هيلث في فترة الكورونا لما احنا كلنا اتحبسنا وكلنا كنا ديبرست ومتضايقين جدا من اللي بيحصل، فكلمنا في الموضوع ده المفروض يبقى فيه كونسلرز، وطبعا اتكلمنا ازاي جينيريشن زد بيتواصل مع بعضه وان فترة الكورونا دي خلتنا نقرب من بعض اكتر ما بعدتنا عن بعض. يعني انتوا شعرتوا بالفعل بمعاناة في الفترة اللي هي ما بعد جائحة كورونا او اثناء جائحة كورونا جينيريشن زد، لان انتوا الحياة فجأة اتغيرت. صحيح انتوا كنتوا على الانترنت اوريدي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كل حاجة بتبقى اونلاين، ولكن اكيد انه فكرة فعلا زي ما قالت زميلتك يعني فكرة ان انتوا منغلقين على نفسكم وفي حالات من العزل وحالات برضو من تحديد الاقامة كانت بالنسبة لناس كتير، ايه شكل المعاناة اللي عانيته؟ وبرضو أكيد في مميزات. هو فعلا كانت فترة صعبة جدا، فترة الكوفيد كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا احنا كلنا كجنريشن يعني، فبالتالي كانت أثرت على حاجات كتير، على الحياة الاجتماعية، على التعليم، على حتى المنتل هيلث، فده كان موضوع فعلا مؤثر جدا علينا كلنا. لكن احنا كنا بنحاول بقدر الامكان يكون في طريقه نطلع بيها من موقف صعب زي ده باكبر قدر من الاستفاده، فحاولنا ان احنا نساعد نفسنا ان احنا نعرف نفسنا اكتر، نستغل وقتنا في شيء مفيد، ننمي من مهاراتنا، نحاول ان احنا نمشي بشكل سلس وسهل. ايه اوجه تنميه المهاره اللي حصلت؟ يعني انت نميت اي نوع من المهارات في الفتره دي؟ تمام. هو احنا كنا بنحاول ان احنا المهارات اللي احنا في الحياه الطبيعيه قبل الكوفيد ما كانش في وقت ان احنا مثلا رياضه او مثلا قراءه اي حاجه احنا بنحب نعملها في حياتنا اليوميه، بس ما كانش في وقت بسبب ان الحياه ماشيه برتم سريع جدا، فما فيش وقت ان احنا نعمل ده في حياتنا الطبيعيه قبل الكوفيد. لكن اثناء الفتره دي بما ان كان في وقت كتير قوي فاضي كان في فرصه اكبر ان احنا ننمي من مهاراتنا العقليه والذهنيه كمان، فبالتالي حاولنا الفتره دي نستغلها باكبر شكل ممكن ان احنا ننمي المهارات دي. طيب انتوا حضرتوا الوركشوب؟ ايوه حضرنا الوركشوب. طيب انتوا حسيتوا ان الوركشوب فعلا بتناقش المشاكل والقضايا اللي بتهمكم والتوصيات اللي طلعت بيها الوركشوب فعلا حسيتوا ان هي توصيات بتعبر عنكم وعن همومكم وعن كل اللي فيه يعني زي ما نقول تحسين لجوده الحياه ومستوى الحياه كجينيريشن زاد في الفتره الجايه؟ ايوه طبعا. وكمان في الوركشوب احنا كان في ناس من جنسيات مختلفه، فده فتح عندنا يعني مداركنا، عرفنا او قدرنا يعني ندرك ان
البلدان ما فيش فواصل ما بينها، لا احنا كلنا عندنا نفس المشاكل حتى لو احنا بلاد مختلفة، احنا وكمان عندنا نفس يعني عندنا عقول مفروض ان احنا نستخدمها ونستغلها في ان احنا نجيب زي ايه جديدة. يعني انا مثلا يعني كان في بروجكت كنت عاملاه علشان نساعد الناس في الكرة ان هي تعمل انتفاع واكتفاء ذاتي بالسويج الصرف الصحي اللي موجود، وكنت كسبة بيه مركز عالمي في مسابقة. اتناقشت فيه حد من غانا تقريبا وقال طب احنا ليه ما نطبقش ده عندنا، فبقينا كلنا بنفكر طب ليه ما نجمعش كل الحلول دي ونستفيد من كل طاقتنا. وده بالظبط اللي عمله البانديميك، ان هو خلانا كلنا نفكر شويه وبعيدا عن ضغط الحياه، اخذنا وقت لنفسنا، قعدنا نعمل بقى يعني كل واحد نمى الموهبه اللي عنده، كل واحد عمل ريسيرش، كل واحد بدا يكتشف قدراته ونفسه اكتر. ويعني ده اهم حاجه ان احنا عرفنا نفسنا، وبعد كده نقدر نفيد المستقبل، عشان احنا اهم حاجه ان يكون المستقبل مستدام لينا والاجيال اللي جايه بعدنا، وده اللي هيقدر يساعدنا فيه هم الاجيال اللي موجوده حاليا، ان هم يخلونا يدونا الخبره بتاعتهم ويدونا يعني هم صناع القرار دلوقتي. احنا ان شاء الله هنكون بنغير العالم بعدين، فاحنا لو انسجمنا المواهب بتاعتنا والخبرات بتاعتنا احنا هنغير العالم فعلا. صحيح كلامك حلو قوي، فكره تغيير العالم، ان جينيريشن زد او جيل زد شايف ان هو اللي هيغير العالم وهو اللي هيقود في المرحلة القادمة، ودي حقيقة. ومن هنا بنسألك بنقولك هل ليك رؤية معينة بالنسبة للمستقبل شايف انك انت محتاج تغيرها في حاجة في المجتمع بتاعنا، في العالم، في نمط الحياة، في ثقافتنا، في طبيعة حياتنا، شايف انها محتاجة تتغير وان الجيل بتاعكم هو المسؤول عن هذا التغيير في السنوات القادمة؟ هو طبعا احنا الجيل بتاعنا مش بس مسؤول عن المستقبل، ودي كلمة احنا سمعناها في احد من احد المتحدثين، ان احنا الجيل بتاعنا مش المستقبل، لا هو الحاضر. احنا لازم نبدأ نشتغل على حاجة من دلوقتي بس ان احنا نعمل عالم احسن لينا ولكل الاجيال القادمة. احنا مولودين في عصر التكنولوجيا، فاحنا المفروض نعمل كل حاجة في ايدينا ونستخدم كل التكنولوجيا بحيث ان احنا نحل المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي، من مثلا تغيير المناخ، ممكن مثلا مشاكل زي العنصرية او الريسيزم، العنصرية بالضبط. احنا المفروض بنحاول نشوف، بنكتسب خبرة من بعض، بنشير ايدياز ان احنا نتوصل لحل كبير وحل صح للمشاكل دي. وده حصل في الوركشوب، ان احنا بنشوف وجهات نظر مختلفة، ايه المشاكل اللي كل واحد واجهها بنفسه، حس ان احنا ممكن يبقى فيه مشكلة مش واخدين بالنا منها ناخد بالنا منها. زي ايه المشاكل اللي انتوا الوركشوب ألقت الضوء عليها بشكل واضح ولفتت نظركم ليها؟ يعني مثلا السايبر سيكوريتي، اللي هي ان ما فيش سيكوريتي على الانترنت، الناس ممكن يبقى فيه سرقة او ما فيش برايفسي. دي كان ووركشوب يعني عمل هايلايت على الحتة دي، واتكلمنا ان احنا لازم مثلا نوعي الناس ان دي مشكلة موجودة لازم نشتغل مع بعض على ان احنا نحلها. طيب هنرجع لحضرتك تاني. يعني هو يعني الحقيقة أشار لنقطة مهمة جدا جدا، وهي أنه في الوركشوب كان في تركيز على مسألة الجرائم الإلكترونية أو أنه يكون في إنترنت آمن. فترة جائحة كورونا ترتب عليها من ضمن السلبيات أن كانوا دايما الشباب قاعدين على النت، دايما الشباب يعني المتنفس الوحيد بالنسبة لهم في حالات الوعاد في البيت أثناء الجائحة كانت هي الإنترنت، ومن هنا كثرت الجرائم الإلكترونية. هل وجدت أن الشباب عنده وعي كافي وعنده حلول للمشكلة دي، لمسألة عدم الإغراق في الإنترنت وأن هم يبقى عندهم عالم موازي؟ بص هيك، هو أول ما بدأ الأمر يزداد سوءا وقت الجائحة العالم كله توقف، مظبوط. الشباب كانوا موجودين في اوضهم مثلا، قاعدين هم شغالين على اللابتوبس بتاعتهم او على الموبايلز بتاعتهم، وكان ليهم العالم بتاعهم اللي احنا بدأنا نكتشفه ان هم موجودين بالفعل في العالم ده، اللي ازداد بشكل كبير جدا. ده ادى للناس جرس انذار ان في خطورة بتحصل. الخطورة ان التكنولوجيا بتبدأ تزيد او
بتزداد بشكل متسارع جدا جدا، صعب على الاجيال اللي قبليهم ان هم يواكبوه، هم ماشيين فيه، ولكن هم عشان بينقصهم بعض الخبره في بعض المجالات الحياتيه ممكن نبقى مش لاحقينهم شويه. انتوا رايحين فين؟ ما بنبقاش فاهمين هم بيعملوا ايه بشكل كبير جدا، فبالتالي ما نعرفش هم اللي رايحين ليه. ده صح. دور الاسره هنا ودور التعليم برضو ان هو يوعي، وسائل الاعلام ايه، وهل شايف ان في شكل من اشكال التقصير؟ في الحقيقه هو خلينا نقول التقصير، او خلينا ما نقولش تقصير، يعني نقول التوصيات للجميع، التوصيات للجنريشن بتاعهم. احنا جيل مستقل وجيل واعي وجيل متقدم تكنولوجيا جدا وجيل متميز جدا وذكي جدا، فمحتاجين نحط في دماغنا الوعي بتاعنا، نفهم نفسنا احنا كجيل، كجيل زاد، نفهم نفسنا احنا ونفهم الاجيال التانية عشان نتقبل بعض، ما يبقاش في فجوه بين الاجيال، بالعكس. هل الوركشوب القت الضوء على موضوع التواصل بين الاجيال؟ اه طبعا، اتكلمنا عنه واتكلمنا ازاي ان احنا بدل ما هي تبقى فجوه يبقى انسجام ما بين الاجيال، وازاي ان احنا نقدر نتواصل ونكمل بعض، وان احنا كلنا يكون لينا رؤيه واحده. لما بنتكلم عن الرؤيه بنتكلم عن رؤيه مصر 2030. الشباب عندهم افكار مهمه جدا وعندهم تطور تكنولوجي عالي جدا يقدر يساعد الدوله والعالم كله في تحقيق اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده وتحقيق المستقبل. بالظبط كده، هم كمان الحاضر زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هم اللي هيساعدوا ان احنا نحقق الرؤيه دي لو وحدناها مع بعض وقدرنا نفهم بعض ويبقى بيننا علاقه احترام وتفاهم ومشاركه وتشجيع للشباب. صحيح. هنقدر نوصل للرؤيه دي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكركم جدا وسعدنا بيكم جدا جينيريشن زد، وبنتمنى لكم كل التوفيق سواء في المنتدى او في حياتكم. نشكر حضرتك الاستاذ احمد شريف مدير ارشاد اكاديمي باحدى وحدات وزاره التربيه والتعليم. بنشكركم ايضا مشاهدينا الكرام، وعوده الى الاستوديو والى الزملاء.